مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. اليوم الجلسة ديال تهامي بناني لعدد كبير من المغاربة متبعين هذه القصة. مشاهدينا الكرام، المستجد الجديد في الموضوع، يوم جمعة 14/10 تبدأ الأطوار ديال المرافعات المناقشة، وغادي يصدر بطبيعة الحال القاضي القرار في الموضوع. مشاهدينا الكرام، أول ظهور الشاهدة اللي مع الأم حياة تهامي بناني اللي كانت بالرفقة ديالها في اليوم اللي كانت إحدى الشاهدتين الآن اللي كيطلب القضاء، اللي وحدة اليوم جات منهم تصرح أنه مجموعة من المعطيات شاهد عليهم أمام الله قالتهم ديك السيدة الأم حياة حول واقعة تهامي بناني. تبعوا معايا، حفاظا وبطلب منها عدم ظهور الوجه ديالها بطبيعة الحال، لأنه كاينة أمور أخرى تحتاط منها أكثر. تبعوا معايا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أختي، أنت هي اللي كنتي مع حياة العالمي يوم اللي كانت وحدة في الصديقات ديال تهامي بناني كتعترف ليه بالواقع، شنو اللي حضرتي ليه؟ أي حنا في مشينا عندها جوج المرات. لا بروميير فوا منين قالت لها أنا، حلت لينا هي وقالت لها أنا مت فلان، مت الغائب يعني تهامي بناني، سخفات لينا. فأم تهامي قالت لي يلا نشوف حالنا، مشينا في حالنا. داز كلكو جوغ عاودنا مشينا عندها، خرجت اختها، خرجت هي، خرجت امها، خوها، خاها، وقفوا في الباب، وقفوا غنتناقشوا. هي كتحاول تبعد عليها كاع اي شبهه، انها راه عارفه شي حاجه، كتقول ما عرفتش ما عرفتش ما عرفتش. قالت لها ما الا كانت في راسك شي حاجه قوليها. فاذا بي قالت لها ما جيبي المصحف، حلفي في المصحف على انك عارفه او ما عارفاش. جابوا المصحف، حلفت في المصحف وقالت جمله، انا قريت في المذكره ديال صفاء، قريت في المذكره ديالها بانهم قتلوه، حرقوه، ولاحوه في البحر، وانتهى الكلام. سيدة حياة جلسات بالصدمة، جابوا لها الماء تشرب، صافي ديمارينا. زدنا ميم با دو واحد 10 متر، تبعوني بجوج بيهم، اختها وهي، خالتي واش سجلتينا؟ قلت لها انا ما سجلتكمش، صافي. كان هذاك هو اخر اول واخر لقاء بيني وبينها. منين مشيت لعند عيطوا لها البوليس، قالت لي ما انا هادشي ما قلتوش، وكان في كل شيء هذا. وخرجت وقالت الحياه جري طوالك. دابا شنو هي العلاقه ديال هاد الشهاده بهاد صفاء اللي قدرات تاخذ عندها المذكره ديالها اللي فيها التدوين ديال انتيم؟ كانوا صحابات انتيم وكانوا مع بعضهم نهار الواقعه، كانوا مع بعضهم. واش كانوا مع المجموعة كاملة، ولا كانت مجموعة صغيرة، ولا كانوا واقفين حدا الليسير؟ الله أعلم، أنا ما نقدرش نقول لك. ولكن هذه الأنتيم صفاء، صفاء وهذيك وسليمة زادت تخي 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 زانتيم، يعني كتبات عندها، هذه تبات عند هذه، هذه تدير عند هذه، تعطى مذكرات، تقدر تدير، يعني كانت واحد التعامل بيناتهم، وغاديين في مسار واحد، وغاديين في كلمه واحده. ديك القضيه ديال انهم بجوج بيهم قالوا ما قلناش. هذيك اللحظه اللي كنتي انت معاهم، ما حاولتش هي الام حياه انها تقول لها ملي شفتي هذا الشيء في المذكره ما استفسرتيش الصديقه ديالك تشرح لك داكشي اللي كاتبه في المذكره؟ لا، ما قالت لهاش. علاش؟ حيت حياه صدمت، حياه صدمات، قسات الارض، قسات الارض، وقالت لهم جيبوا لي الماء. ما تلاش قدرات ارتيكولي ولا تقول شي حاجه. منين قالوا لها، قالت لها انا اللي قريت، ما قالتش لها سمعت ولا قالوا لي، قالت لها اللي قريت في المذكره ديال صفاء، قتلوه وحرقوه ولحوه في البحر. لا، السيدة حياة نهارت صافي. من ديك الساعة ما بقى ما يتقال. انت الحضور ديالك اليوم في المحكمة باش تدلي بالشهادة ديالك،
ايه باش نطلب شهاده حق. انا هذيك السيده سليمه انا ما كنعرفهاش، ما بيني وبينها حتى شي حاجه، لا خصام ما ساكنش حتى حدايا، وما عمرني سمعتها ولا عرفتها ولا اسميتو، حتى انا حضرت بناء على انني جيتي موتوريزي، انايا عندي الطوموبيل ووصلت حياه وسمعت داكشي اللي دار بيناتهم، فاذا بي ما تقولش ليها لا ما كاينش، ما قلتش لا قالت. انت شهادتي امام الله شفتي بعيد. انا امام الله هذيك راه غادي تكون تقدد بناتي او لا كبر منهم شي شويه، انا كبر من بناتي لان بناتي انا ديك الساعات كانوا باقيين شويه صغار، ما نحسبها بنتي علاش غنكذب عليها. هذا الشيء اللي قالت انهم قتلوه حرقوه ولحوه في البحر اللي قرات في المذكره ديال صفا. هاد التوقيت بالمقارنه مع وقوع الواقعه امتى وقعت، امتى مشيتوا نتوما لعندها باش عرفتوا؟ ماشي بزاف في السومان الاولانيين، في السومان الاولانيين الاسابيع الاولى مشينا، قلت لك المره الاولى هي اللي حلات لينا الباب ديال الكراج وما عرفاتش هذيك راها ام تهامي، فاذا به مني قالت لي انا ام تهامي سخفات لينا، سخفات طاحت الارض. تهامي قالت لها مالك ما مال، قالت لها لا راه غير عيانه شويه، وهذه خافت حياه، خافت لي يقولوا درتي لها شي حاجه ولا سميتو، قالت لي يلا نمشيو فحالنا. مشينا داز واحد اش غادي نقول لك تقريبا واحد شهر او لا ميم با، مشينا عندها المره الثانيه هي فاش حلفات على المصحف وقالت لينا داكشي الاقوال اللي قالت. اختي الله يوفقك وشكرا لك على الشهاده ديالك. شهاده حق غدا امام الله غنتحاسب عليها، غنوقف انا وياها قدامها، انا ما تبليت عليها ما جبتها من راسي، وكون حياه صديقه ديالي ده ما كيعنيش انني غنشهد بالزور، كلمه وحده سمعتها رانا قلتها. اختي شكرا لك، الله يوفقك. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا اول ظهور الشاهده اللي كانت مع الام حياه في اليوم اللي حياه كانت كتبحث على اين هو التهامي بناني، سمعتوا معايا الشهاده ديالها وسمعتوا اول ظهور ليها، اول مره كتصرح في الموضوع. مشاهدينا الكرام 14/10 الجلسه الخاصه ديال موضوع التهامي بناني والقضاء في الاخير وصاحب القرار. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.